Vous vous appelez comment? Zoha. Vous venez souvent ici? Pourquoi? Ça vous intéresse de savoir? تعرفتوا علي جوات الكادر، اليوم رح تتعرفوا علي برات الكادر. دارين حمزة، مشروع. أنا ما كتير بحب الفوتوشوب بيناتنا يعني لأنه إذا كتير كنت على طبيعتك بصير يقولوا ما بتهمل حالة أو مثلا ما بتهتم، وإذا كتير زدناها بصير كتير بعيدة عن شخصيتي، بصير مش أنا. فدايما عم بجرب انتبه لهذا الشيء. أنا كتير بحب شوارع الحمراء وشوارع الأشرفية، وهون شوارع بدار وكل شيء في نبض بيروت، نبض المدينة، وكل المناطق دايما فيها مسرح وفيها جامعات وفيها زحم إنساني، كل شيء في كرياتيفيتي بكون دايما بهالزوري. هيدا عالمي، عالم السينما، ومثل ما شايفين عندي هلا فيلم نازل، أكشلي فيلمين، فكتير مبسوطة و It's my world. Movies. بلندن كنت صغيرة، كان عمري 8 سنين، أول فيلم حضرته كان بامبي. كان أول إكسبيرينس لإلي إنه أنت فيك تقعد بمحل وتفوت بعالم تاني. وبتنسى كليا انت وين. بتضحك الحياه اوقات، حلو كيف بيكون الواحد هو صغير بفوت بهذا العالم بحبه بينغرم فيه، بصير هو كبير عم يحضر حاله فيه. سو اي جس عملت شيء اللي بحبه، لحقت حلمي. هيدا سبيس كثير بيعني لي لانه بذكرني بالماجيك اللي بيصير وراء الكواليس بالافلام، وين بتنطبخ الاشياء، كيف بتنبس الاشياء، البروجكشن روم تبع السينما. كثير عندي بحب كثير تاركوفسكي، ستانلي كيوبريك، بحب بالاشياء الجديده، يعني كل شيء بخليك تاخذ معك الفيلم وتفكر بالبيت. هذه انواع السينما. اختار طريق التمثيل الاحترافي بده يعرف انه بده يناضل وبده يكافح، وانا تعبت لوصلت وبمحلات بقول انه جربت، يعني كفي وتعبت وفكرت استسلم، بس رجعت تذكرت انه انا درستها، انا كفوقه وعن جداره عم بوصل. فما تستسلموا، ضلكم على الطريق الصح، لانه هيدا هو اللي بخليكم تبقوا بقلوب الناس وتفرضوا احترامكم.